السلام عليكم الأخوات والإخوان، اليوم جيتكم بوصفة جديدة كنتمنى تعجبكم. هي أوليو باش نديرو الدجاج بالبطاطا والزيتون، نديروها بطريقة واحدة أخرى، واخا فيها شوية الخدمة ولكن النتيجة مزيانة. بالنسبة احنا 4 الناس، درنا 4 الفخيضات ديال الدجاج، نديرو لهم الإقامة بحال مثلا اللي بغيتي. أنا درت لهم السودانية، درت ليهم البزار، على حسب كل واحد على حسب الذوق ديالو. درت ليهم شويه الخرقوم، شويه ديال السكينجبير مليحه على حسب الذوق، المعدنوس. على فكرة انا كنطيب غير بالمعدنوس، ما كنديرش القزبر، نديرو شوية الثومة، نديرو شوية ديال زيت العود، كما شفتو راه في الاول عصرت الحامض. لو سكري هو ديال الدجاج، منو كيحيد منو ديك الزفورة، منو كيطيب دغيا. بعد ما شرملنا دوك الفخيضات كنديرهم في كوكوط ولا طنجرة الا كان عندكم الوقت، بشوية عليكم طيبوهم. انا درتهم في الكوكوط وبشوية علينا، على بالنسبة لهاد الايام هذه الحجر الصحي اللي كنطلبوا الله باش يدوزها بسلام باقل الاضرار. وشعارنا هو نبقاو في الدار، نبقاو ونديرو شهيوات هكا على خاطرنا، بلا ستريس بلا هذا. المهم نديرو شويه ديال الماء ونديروه يطيب. اونطخوطون هما عندي 5 البطاطات مسلوقين بالقشور ديالهم، من بعد ما تسلقو غنماكوهم. نديرو لهم شويه ديال الثومه، شوية المعدنوس، شوية ديال السودانية. هاد البطاطا تقيموها كيما بغيتو نتوما بالذوق ديالكم. درت شوية البزار، درت ليهم شوية ديال الزعتر، مليحة، خلطوا كل شيء حتى تولي بحال معجون ديال البطاطس، ونزيدوا بيضة كاملة. وممكن في البطاطا الا بقات لكم جاريه زيدوا شويه ديال الطحين. من بعد ما طابوا لنا فخيضات الدجاج، هذيك المريقه نقدروا نحتفظوا بها حتى للتقديم. بالنسبه للبطاطا اللي درناها معجون، نشدوها نديروها كويرات، نمرمدوهم في الطحين. انا نعطيكم غير الطريقه، والواحد الا بغى يدير ابتكارات ديالو ولا يبغى يدير الذوق ديالو يدير. نديروا فيهم شويه ديال ديك الدائره ديال البطاطا فيها الطحين، نديروا فيها شويه الفخوماج محكوك، ونشدوا الفخيط ديال الدجاج ونحاولوا باش نلبسوا ليه ديك البطاطا ديالنا. هذه هي الفكره اللي قلت لكم، اولي باش نديروا البطاطا والزيتون مع الدجاج، نديروا هذه الطريقه هذه. من بعد نديروه في مول ديال الفران ولا في طاوه اللي بغيتو، نحطوهم وندهنوهم بالبيض، ونحاولوا ندهنوا البيض دو فوا ملي يبداو كيطيبوا، نخرجوهم عاوتاني وندهنوه من المره الثانيه باش كيجي شويه دوغي في التحمار. ما تيشدوا شويه الوقت ولكن نعطيوهم الخاطر.
كنشدو شي ديال بابي الومنيوم، واخا كنعرفوه ماشي صحي، ولكن هادوك العظيمات الفوقانيين كنغلفوهم بالبابي الومنيوم باش ما كيتحرقوش، وكيعطيو ديكور في التقديم. كندخلوهم الفران باش يتحمروا، كما قلت من الاحسن نعاودو نجبدوهم اللي بداو كيتحمروا ونعاودو ندهنو البيض. اونطخ طو انا بقات لي شويه ديال البطاطا، ما بغيتش نخليها، قلت ندير معاها باش نرافقو هذوك الفخيضات ديال الدجاج. كنشدو كاسرونه نديرو فيها الزبده بحال غنخدمو البيشاميل، كنديرو فيها الزبده وشويه ديال زيت العود، نديرو شويه ديال الثومه باش نلددوها شويه، ونحركو على عافيه مهيله. راكم عارفين بحال كديروا لا بيشاميل، انا كنعطيكم الافكار ما كنوريكمش، حيت كلشي كيعرف يطيب تبارك الله هذا الوقت هذا. نزيدوا شويه ديال الطحين ونحركوا لو طون باش يطيب شويه داك الطحين. وعندنا ميزان، انا هنايا واقيلا غيخصني شويه ديال الزبده، غادي نزيدها باش تجيني شويه لا كونتيتي كثيره، باش حيت انا بقى ليا غير شويه البطاط. كنبقاو نحركو في الخليط حتى باش يطيب الطحين مزيان. نزيدو ديك البطاطا اللي بقات لينا، وممكن نزيدو خيزو طايب مسلوق ومقطع طريفات اللي بغينا. هنا غنزيدو شويه ديال الفرماج محكوك، غنزيدو بيضه، ونحركو حتى يتجانس الخليط. نزيدو خميرة كيميائية، أنا ما درتهاش كلها حيت عندي الخليط قليل شوية. أنا ممكن نزيدو فلفلة حمراء، نزيدو خيزو، الجلبانة اللي بغيتيو. ندهنو واحد المول ديال الكب كيك، ونديرو ليه شوية ديال الطحين. وبسيطة هاد الآلة ديال لاكلاص، نحاولو نديرو دي بول في دوك التقيبات ديال المول باش يجيو متساويين. اللي خرج لينا ماشي مشكل، كنديروهم في الفران تيطيبو. هادي هي النتيجة ديال الدجاج مغلف بالبطاطا. كان التقديم كنديروا اللي بغينا، بحال انا اليوم درت طوماط سوغيز سوتي، درت لي زاريكو، درت هذه المريقه اللي بقات لينا حتى نقدموها معاهم، درت شلاضه ديال الباربا ومطيشه. هادو هما لي نقولوا الكيكات صغيورين مالحين. كما كتشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه، وكنتمنى انكم تجربوه وانتم اللي تقولوا لي رايكم في هذا الدجاج هذا. انا ما نقول لكمش جديد، كنتمنىكم انتم اللي تقولوا لي راي ديالكم. هادو حتى هما كيجيو لذيذين، كيجيو مفشفشين، وهذه الباربا اللي درنا بها سلطه من لوحوش المدينه نستافدوا منه، درنا فيه شويه ديال المزهر، شويه ديال السكر وعصير الحامض، وتشربوها بالصحة والراحة.